السلام عليكم، متهيألي دي أسهل وأشيك كيكة ممكن تعملوها في وقت قصير. شكلها حكاية وطعمها ولا يا ولا. نروح بقى ناكلها في الهواء الطلق مع كوباية قهوة كده. لا ولا بلاش، أنا مبحبش القهوة. ناكلها كده مع كوباية شاي. لا برضه مبحبش الشاي، هي تتزلط كده أساسا لوحدها، مش محتاجة أي حاجة معاها خالص. أول مرة تشوفوني أنا إيمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هجهز الكاستر. هجيب طبق وهحط فيه بيضة وعليه رشة من الفانيليا وعليها ربع كوباية من السكر، معلقتين كبار من النشا، وندوبهم كويس قوي مع بعض. ممكن لو بتحبوا الحاجة مسكرة قوي نزود السكر براحتكم، أنا بالنسبة لي الكمية دي كويسة علشان لسه هحط سكر في الكيكة نفسها. بعد ما دابوا هحط عليهم كوباية من اللبن الحليب وبقلبهم تاني مع بعض. أنا بزود هنا اللبن بالتدريج، هحط الخليط ده في حلة وبزود عليه باقي الحليب وبحطها على نار هادية لغاية لما تتقل كده شوية، كأني بعمل بالظبط مهلبية. بس نخلي بالنا النار تبقى هادية ومنبطلش تقليب فيها علشان متلزقش كده من تحت. وهحط عليها ألوان طعام، وده اختياري علشان شكل بس مش أكتر. أنا حطيت هنا نقطة من اللون الأصفر وبقلب كويس. المفروض إن البيض بيدي الكاستر لون أصفر ومش محتاج أي ألوان خالص، بس أنا البيض اللي عندي شكله كان مغشوش. يلا مش مشكلة. بعد ما تقل كده هحطه في طبق وهغطيه ببلاستيك راب أو أي كيس عندكم بتاع التلاجة، بس أهم حاجة إن الكيس يبقى لامس السطح بتاع الكاستر علشان ما تعملش قشر من فوق. بص عامله ازاي، عامله زي البلوزه. بسيبها على جنب بقى لغايه لما بحضر الكيكه. هجيب بوله وهحط فيها 2 بيضه وعليها رشه من الفانيليا ونص كوبايه من السكر، وبضربهم كويس قوي مع بعض بالمضرب الكهربائي لغايه لما لونهم يفتح ويبقوا عاملين كده زي الكريمه السايحه. ممكن نضربهم في الخلاط عادي او المضرب اليدوي مفيش مشكله، بس لو هنستخدم المضرب اليدوي نخلط وقت اكتر علشان توصل للمرحله دي. وبعدين بنزود عليهم ربع كوبايه من الزيت ونفضل نضرب كويس قوي برده. وبعدين بحط عليهم نص كوبايه من اللبن وبنضرب تاني، وزي ما قلت لكم مش لازم خالص يكون عندنا مضرب كهربائي او خلاط علشان نعملها، المضرب اليدوي يعملها حلو قوي زيهم، بس هنحتاج نزود وقت الخلط شويه، يعني ممكن دقيقتين او 3 دقايق كمان زياده مش اكتر علشان بس تبقى ناعمه زي الكريمه كده. وبعد كده احط عليهم كوبايه وربع من الدقيق ومعلقه صغيره من بيكنج باودر، بنخلهم كده مع بعض وبقلب. حابين تزودوا في الخطوة دي أي نوع من المكسرات المطحونة أو زبيب براحتكم. دلوقتي بقى هدهن الصينية اللي أنا هستخدمها شوية زيت صغيرين وعليها ورقة زبدة. لو الصينية بتاعتكم مش بتلزق مش مشكلة تحط ورق زبدة، كفاية قوي مسحة الزيت، بس أنا الصينية اللي عندي دي بتلزق شوية. بحط الخليط في الصينية وبحركها كده علشان أسويها. وفي الخطوة ديت ممكن تحطوا برضو أي نوع مكسرات لو عايزين، يعني ممكن تحطوا من جوه أو من بره. وبعد كده هندخلها الفرن. لا لسه شويه ما تستعجلوش. هجيب الكاستر اللي انا عملته خليته لغايه اما برد خالص بحراره الغرفه كده، وبقلبه كويس قوي مع بعض عشان بيكون قوامه كده تقل شويه، فانا بفكه من بعض كويس علشان يرجع زي الكريمه تاني. بحطه في كيس حلواني او اي كيس عندكم عادي، بفتحه فتحه صغيره قوي وبعمل خطوط كده على الكيكه بالورب وبالعرض، شكلها كده في الاخر بيبقى خرافي. على فكره الصينيه ديت مقاسها تقريبا 25 × 25. وبعد كده بدخلها الفرن يكون متسخن قبلها على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا من 40 لـ50 دقيقة على حسب يعني درجة حرارة فرنكم. بعد ما بردت هرش عليها شوية من السكر البودرة، ديكور يعني مش أكتر. لو حطيت السكر البودرة عليها وهي سخنة هيسيح، لو مش عايزين تحطوا سكر أساسا مفيش مشكلة مش هيفرق، أنا زي ما قلتلكم هحطها علشان الشكل بس مش أكتر. هنسلكها بقى كده ونطلعها من ورق الزبدة. الخرم اللي انتوا شايفينه في النص دوت علشان كنت مستعجلة عليها، كل شوية افتح الفرن اغزها الاقيها ما استويتش اروح قافله تاني، كل شوية اعمل كده لغاية لما اتحفرت كده في النص، بس عادي مش مشكلة مش بيهمني يعني. ودلوقتي حانت اللحظة الحاسمة علشان نقطع وندوق. شكلها حكاية وطعمها ولا يا ولا. متهيألي دي اسهل واشيك كيكة ممكن تعملوها في وقت قصير. كيكة خفيفة مش بتحتاج وقت طويل علشان نعملها، يعني لو عايزين تعملوها كل يوم هتعملوها عادي بكل سهولة. يا رب تجربوها علشان تقولي رأيكم فيها ايه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو لو حابين، وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.